السلام عليكم. مصادر إيرانية: الحرس الثوري طور تكنولوجيا يمكنها أن تفاجئ الكيان الصهيوني. إن لم تكن مشتركا في القناة فاشترك، وإذا كنت من المشتركين لا تنسى الإعجاب بهذا الفيديو. أكدت مصادر مطلعة لوكالة سني أن قوات الحرس الثوري الإسلامي الإيرانية تمتلك تكنولوجيا ومعدات حديثة يمكنها أن تفاجئ إسرائيل بشكل كبير إذا قامت بعدوان ضد بلادنا. وقالت المصادر إن سبب توريث الحرس الثوري لعدة أسابيع لا زال العقاب بحق الإرهابيين الصهاينة هو استكمال وتطوير بعض التكنولوجيا غير المعلنة التي تبقي إيران في وضع متفوق تماما خلال الصراع مع الصهاينة. وأوضح أنه خلال الأسابيع الماضية تم جمع معلومات حساسة وحديثة للغاية، وأجريت تحديثات للمنظومات الصاروخية بحيث ستفاجئ إسرائيل وتضعفها. وأكدت المصادر أن سبب عدم اعتراض إسرائيل لأكثر من 90% من الصواريخ الإيرانية في عملية الوعد الصادق 2 هو الإمكانيات والتقنيات الحديثة التي تم استخدامها بعد الجزء الهام منها في المعركة. وشددت أن الحرس الثوري على هذا الأساس مستعد لتحقيق مفاجآت جديدة للصهاينة إذا قاموا برد فعل ضد البلاد. وقد شنت إيران هجوما على إسرائيل في 1 أكتوبر برشقة صاروخية كثيفة ردا على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في العاصمة الإيرانية طهران في 21 يوليو الماضي، واغتيال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله ومسؤول ملف لبنان في فريق القدس الإيراني عباس في غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت في 27 سبتمبر الماضي. في الأخير، إذا كنت من المهتمين بهذه النوع من الأخبار لا تنسوا الاشتراك لتتوصلوا بالجديد، وشكرا.